السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحلية كتجي بنينة لذيذة صراحة، إلا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. كما كتشوفوا معايا هنغنوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. كتجي كريمية وزوينة ولذيذة صيفية ديال هاد الوقت، ديروها إن شاء الله فرحوا بها وليداتكم وعائلتكم العطلة هادي، والوليدات ناجحين نفرحوهم ونتهلاو فيهم. وكنتمنى ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك الى عجبكم الفيديو، ومرحبا بكم. يا هذه التحليه ديال اليوم، شوفوا القوام ديالها كي داير. واخا انا كنصور هنايا في الليل، تبارك الله جات لذيذه ما تشبعيش منها، يعني ضروري تزيدك تاخدي طريف وتزيدك شويه. هنايا كما كتشوفوا في قالب عندي هنايا القهوه سريعه الذوبان، اي ماركة كتستعملوا. غادي نزيد عليها تقريبا نص كاس ديال الماء، غادي نذوبها مزيان حتى تذوب. وعندي قطع ديال البسكويت اللي كيتباع عند البقال، غادي نستف هذوك البسكوي، هما كطبقه اولى كاملين، غادي نحاول نستفهم وندير واحد الطبقه منه كما غتشوفوا معايا. نستف البسكوي كامل، ندير طبقه اللي تكون مقاده وكنحاول نعمر الفراغات كما كتشوفوا بهذه الطريقه. توسعوا اي نوع ديال البسكويت اللي كيعجبكم. المهم هنا غادي ناخذ هذيك القهوه ديال سريعه الذوبان اللي ذوبت، غادي نسقي مزيان هاد البسكويت، غنسقيه مزيان وغادي نحطو يرتاح. هنايا غادي ندوز باش نحضر الخلطه ديالي. هنايا عندي 4 ديال المكعبات ديال الجبن، ثم خذوا المثلثات اللي عندكم، مهم 4. انا استعملت قطع ديال الكيري، ممكن تستعملوا اي ماركه عندكم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. هنايا يا اما ديروا هذا الجبن كريمي اللي ما فيه تنكهة، او لا هذا انا كيعجبني هذا اللي بنكهه البرتقال والشوكولاته، كيجي زوين. واصلا هو فيه واحد القطع ديال الشوكولات، هو المهم انا مفضل عندي. المهم نتوما بغيتو تستعملوا هذاك اللي ما فيه حتى شي نكهه، حتى هو كيجي به زوين. كما كتشوفوا هنا انا كنوريكم ان راه فيه قطع ديال الشوكولاته. انا غادي نضيفو على داك الجبن مربعات، صافي. وغادي نخلط هاد العناصر، غادي نضربهم مزيان حتى غادي ينسجموا مع بعضياتهم. غنجيب الدراب ديالي ونضربهم مزيان حتى غادي ينسجموا. المهم هنايا ندمجوا ليا داك الفرماج داك البيرلي. هنايا دزت خديت 4 ديال الكريمه السائله، نتوما ممكن تاخذوا الكريمه شونتيي الغبره، تخدموا برابعة ديال الحليب ونص ديال الساشيه. هنا زدت عليها حيت هذه كتكون مسوسه، نتوما الا درتو شونتي الغبره ما ديروش فيها السكر، هي حلوه. هنا درت نص كاس ديال السكر، صافي طلعت الكريمه ديالي. غادي نزيد عليها الخليط الاول اللي خلط، الخليط ديال الجبن وبيرلي، وغنزيد عليها كاس ديال الخوخ. خوخ هنايا طحنتو بلا ما بلا والو، خوخ بوحدو. نتوما ممكن ديروا اي فاكهه، فريز اي فاكهه بغيتو. هنايا كنزيد بشويه وكنضرب. ممكن ديروا قطع ديال الفواكه كذلك اللي بغيتو.
صافي هذا هو القوام اللي بغيت حصلت عليه. غادي نمشي غنجيب المول اللي درت فيه ديجا البسكوي، راكم شفتوه معايا وشربتو، شفتو راه شرب ديك القهوه. غادي ندير طبقه من الكريمه اللي وجدت ديال لا كريم شونتيي والفرماج وبيرلي وعصير الخوخ. الخوخ مطحون بوحدو بلا ما بلا حليب بلا والو، يعني بوحدو. كما قلت لكم ممكن تستعملوا قطع ديال تقطعوا، تاخذوا الفواكه وتقطعوا قطع رقيقه بزاف ممكن. هنا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي كما غتشوفوا معايا، غنصب في طبقه اخرى. هنزيد تقريبا هنايا كتقدك أربعة حتى لخمسة الباكيات ديال البسكوي ديال درهم. هنايا غادي نزيد، هنايا غنشرب غير بشويه حيت الكريمه عندي لتحت ما درتش بزاف القهوه. صافي وغادي نغطي بالما تبقى ليا من الكريمه. صافي غادي نحاول نمسح المول والقادو. غناخذ الكاكاو، كاكاو عادي هذاك ايديال كما كتشوفوا معايا، وغادي نديرو فوق من الكريمه، نحاول نديرو بالصفاي. فهو هذا الكاكاو ملي كديريه من الفوق كيزيد واحد المذاق رائع لهاد التحليه. انا درت هذا الكاكاو، ممكن تستعملوا ديال العبار أو ممكن تستعملوا الشوكولا العادي اللي كنديروا في الحليب اللي كيشربوا الوليدات ديالنا، حتى ممكن تستعملوه. انايا هذا حيت التحليه عندي حلوه، الكريمه فيها السكر، عندي البسكوي، درت هذا تيكون ما فيهش الحلاوه، كيعادل الذوق. اذا صافي وغادي نزوق بشويه ديال الخوخ باش يبان زعما راني مصوبه بالداخل فيه العصير ديال الخوخ اولا فيه الخوخ. نتوما كما قلت لكم ديروا اي فاكهه عندكم، اناناس، الفريز، كتجي زوينه حتى بالفريز اللي بغيتو، اي فاكهه عندكم، تفاح. غير هاد الفاكهه خاصها تكون يا اما تقطعوها يا اما تطحنوها بوحدها، ما يكونش معاها لا ماء ولا حليب. كنحاول نقاد داك الطريف ديال الخوخ. صافي غنزيد واحد هذا سوريزه الوقت الوسط اولا شنو غنقول ليه كرزه. صافي وهي التحليه ديالي واجده اصلا، غادي ندخلها الثلاجه تبرد، ماشي تجمد غير تبرد شويه. انا دابا راه العشيه ولادي كيتسناو غير امتى توجد. صافي دابا واجده بالزربه التحليه، غير نتعشاو ونحطوها ان شاء الله باذن الله. ها هي التحليه كما قلت لكم، وندخلها للثلاجه تبرد ان شاء الله. هذا اللون ديال الشوكولا من الفوق راه ما غيبقاش هكا. هي وجدات بردات شويه ماشي بزاف، ضربنا عليها صراحه. ما كاينش الصبر، الوليدات ما كيصبروا. صافي الا شافوك صوبتي شي حاجه تيبغيو يذوقوها بالزربه. انا غادي كنقطع عليهم طريفات وهما يراو رايا كيتسناو. مهم نتوما كتشوفوا القوام ديالها راه زوين ولذيذه، لذيذه بزاف كما كتشوفوا. زربت هنايا، ما غاديش نحاول ما نزربش باش يبان لكم القوام ديالها. هي راه ما كتجمدش ماشي بحال الكلاص وداكشي، كتجي هكا بهاد الشكل كريميه ولذيذه. ها هذا الشكل تبارك الله جات بنينه، مشهيتكم فيها. لا نشهيكم نيت باش ديروا بحالها. بصحتكم وراحتكم. جات زوينه صراحه كما كتشوفوا، داك البسكوي جا الواسط غزاله غزاله والله الا كانت كتشهي والله.
نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الاقتراح ديال اليوم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك ولايك كما العاده، والسلام عليكم.